ليكم النهارده وهو غسيل السنان في رمضان. مهم مهم جدا ان احنا نغسل سناننا في رمضان. امتى؟ مهم يبقى دايما قبل النوم واول ما نصحى. يعني امتى؟ يعني بعد السحور قبل النوم واول ما نصحى. برضو في ناس لا، يا ما بيغسلوش سنانهم خالص يا اما بيغسلوا سنانهم مره واحده بس، يبقى قبل النوم مثلا او اول ما يصحوا. ده غلط، لان قبل النوم لما الواحد بيغسل سنانه مازال برضو بيتبقى بقايا في السنان، ودي اثناء النوم بقى بتخمر بقى وبتعيش حياتها البكتيريا دي، والواحد بيصحى بقى وايه في طبعا بتبقى ريحه فم جامده جدا. فمهم جدا الواحد يتخلص من ده بقى اول ما يصحى من النوم يغسل سنانه. ضروري نراعي الموضوع غسيل الاسنان ده على الاقل مرتين في اليوم على الاقل. هي دي كانت نصيحتي لكم النهارده.